اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى لعبه التليتابيز. طبعا كلنا بنحبهم جدا وعارفينهم وعارفين اساميهم. بصوا اصحاب اللعبه دي صالحه للاطفال فوق 18 شهر، اللي عندهم يعني سنهم اكتر من 18 شهر. هنفتحهم بقى النهارده ونلعب بيهم ونتفرج على شكلهم من جوه. واو انا بحبهم جدا التليتابيز. طبعا انتوا عارفين اساميهم تينكي وينكي وتيبسي ولالا بو. بصوا شكلهم حلو ازاي ده، الله شكلهم جميل جدا. انا متشوقه ان انا افتح اللعبه الفظيعه دي واتفرج بقى عليهم من جوه ونشوف ازاي نقدر احنا نلعب بيهم. تا 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 واو بصوا شكلهم حلو ازاي. اول واحد تينكي وينكي، بصوا شكله عامل ازاي، لونه موف فظيع وبكرش كده وشكله راجل شويه وعنده الاندنه بتاعته اللي على راسه شبه الايه تريانجل بس مقلوب اهي. بصوا شكله حلو ازاي، عجبني جدا. طبعا انتوا لو بتحبوه وتحبوا تينكي وينكي ده اكتبوا لي بقى في الكومنت قولوا لي ان انتوا ده بتحبوه. وبصوا معمول من بلاستيك كده وممكن الاطفال الصغيرين هم يمسكوه ما فيهوش مشكله، وممكن بقى ان احنا نلعب بيه زي ما احنا عايزين. واو 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 ده اول واحد بقى لونه موف فظيع يا خلاصي. نمسك بقى تاني واحد ديبسي اللي هو لونه اخضر، بصوا قاعد ازاي والانتنه بتاعته عباره عن كده زي الكوز طالعه كده لفوق، شكلها حلو جدا. قاعد نفس القعده بتاعت بو. واو لونه اخضر بقى بلاستيك برضو، قاعد رافع ايده هاي 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 ديبسي. ده تاني واحد برضو معمول من نفس الماده وعادي ممكن اي طفل يلعب بيه علشان ايه مش خطر خالص ما فيهوش اي حاجه بتعور. تاني واحد بقى بو، بصوا لونه احمر قاعد نفس القعده ورافع ايده بقى برضو فوق، الانتنه بتاعته بس هي اللي مختلفه ان هي مدوره. تالي تابيز شكله بنوته شويه، دي بنوته اكتر من هي ولد، لكن الموف ده كان تينكي وينكي ده شكله ولد. بصوا بقى لا لا الله دي بنوته برضو جميله جدا، الانتنه بتاعتها شكلها كده ملولو وعامله لفه حلزوني، لكن البيربل دي عامل ايه ترانجل مقلوب. الاثنين شكلهم حلو جدا. واو بصوا اشكالهم مبهجه قوي، معموله من ماده البلاستيك، ماده حلوه جدا، انا معجبه بيهم جدا. تقولي بقى في الكومنتات مين اكتر واحد بتحبوه فيهم، تينكي وينكي ولا ديبسي ولا لالا ولا بو، اكتر حد بتحبوه في تليتابيز. واتمنى يا صحابي تكون اللعبه دي عجبتكم. ده ديبسي وده بو وده لالا. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فظيع ده عجبكم. بليز تقولي بقى في الكومنتات بتحبوا مين، وطبعا على قناه العاب الاطفال وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.